التجمع ديت عملية طبعا مفيدة جدا، وفيها نوع من أنواع الوفاء، فيها نوع من أنواع التواصل بين الأجيال. الحقيقة أنا بحيي جدا، وبحيي طبعا كل الناس اللي بتحضر وبيبقى عندها شغل وعندها ارتباطات، ومع ذلك بتلغي كل حاجة علشان اليوم ده. أنا معاكم في كل الماتشات، الحقيقة تقليد جميل، ونتمنى طبعا القائمين اللي على العمل ده إنه دايما يتكرر، لأنه بيجمعنا بأحلى صحبة وبأحلى سنين عمرنا قضيناها في الملاعب. الحقيقة مجموعة من أحسن المجاميع اللي الواحد اشتغل معاها، وطبعا واضح إن أنتوا بعد حتى ما بطلتوا كلكم ما شاء الله بإذن الله بتتخلدوا مناصب جميلة، وده بيخلينا يعني الحاجات اللي احنا علمناها لكم الحقيقة طمر فيكم. فأنا بحب بس أكرر إن الكباتن الكبار كان ليهم تأثير كبير جدا 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 في كل واحد من النجوم اللي موجودين دلوقتي قدامنا، في مش بس في الناحية الفنية في الملعب، لا كمان في الناحية الشخصية وبناء الشخصية. فعشان كده الكابتن إبراهيم لما اتكلم قال لك الناس دي كلها كل واحد ما شاء الله في المكان بتاعه كبير. ما هو كبر ازاي؟ من خلال المدرسة الكبيرة اللي هي الأساسية، اللي هي مدرسة النادي الأهلي. كل شكر لكباتننا الكبار كابتن عادل وكابتن إبراهيم وكابتن فتحي اللي اتعلمنا منهم خلال سنوات كتيرة حاجات كبيرة، حاجات فادتنا في حياتنا كلنا. وزي ما قال الكابتن هادي، يمكن بيتنا الكبير النادي الأهلي هو السبب الأول والأخير في إن احنا النهاردة موجودين هنا عند المهندس ذاكر، لأنه زرع جوانا حاجات كبيرة، زرع جوانا حاجات حلوة مجمعانا لحد دلوقتي. كل سنة طيبين. في اليوم ده بنتمنى التوفيق للجميع، وبنشكرهم ان هم جم، وبندعي لهم ان كل واحد ربنا يوفقه في مجاله، وبنشكر كباتننا الكبار طبعا في وجودهم معانا. كل مدرب ليه موقف معايا، لكن كابتن ابراهيم عبد الصمد ليه موقف يعني مؤثر معايا بشكل غير عادي. كابتن ابراهيم عبد الصمد اول واحد يعني يعلمك ازاي انت تعمل ايه في الحياه مع الناس الثانيه. انا والدي كان بيموت وكان في البيت، ولقيت الكابتن ابراهيم عبد الصمد جاي لي بيقول لي والدك هيتنقل للمستشفى وهيروح في احسن مكان، والنادي الاهلي اللي هيكفل بكل حاجه. انا الكلام ده وانا عندي 15 سنه او 16 سنه، فحاجه يعني تحسب في التاريخ ان مدرب بيعاملك كانه اب. فاحنا كلنا بنتعلم من بعض. انا بشكركم على التجمع ده، يا رب يا رب ما نقطعهاش عاده. صحيح احنا بنثقل على المهندس ذاكر، لكن ربنا يبارك له يعني ويفتحها عليه، لكن وربنا يوفقكم كلكم في كل مجالاتكم المختلفه، لكن يا رب نحافظ على التقليد ده، ودايما ندعي للي بيغادرونا. يمكن اكتر من اكتر الناس اللي حريصه، من اكتر الناس اللي حريصه بصراحه سياده النائب ذاكر، حريص ان هو يجمعنا باستمرار، وسيادة لو حسن طبعا، ووراهم كابتن وليد صلاح الدين وكابتن ايمن الطحاوي وكابتن هادي كشبه وكابتن احمد ايوب وكل المجموعه. عشان في ناس بتزعل ما سمعتش اسمها. شكرهم معايا على تكريمهم لينا كمدربين، وربنا يسعدنا جميعا ويسعد اولادكم وتكون ايام جميله عليكم. انا بس عايز اقول لكم حاجه كده سريعه، ان كان اكتر اتنين مكفريني وهم صغيرين كان نبيل ابو زيد وداكن، كانوا مكفرين ووروني نجوم في عز الدور. وكل سنة وانتم طيبين. فأنا أتمنى أن الناس كلها يعني تقرأ الفاتحة لأبهاتنا، أن ده شيء مهم قوي، لأن هم دول اللي خلونا أن احنا بقى رجالة كده، كانوا واقفين جنبينا وعرفونا يعني إيه نحترم كباتننا الكبار ونتعلم منهم حاجات كتيرة جدا. فأنا بصراحة بشكر كل أب كان بيجي مع ابنه زمان، لأن النقطة دي فرقت معنا كتير قوي. النجاح ما بيجيش من فراغ، النجاح بيجي من منطلق انك انت ليك هدف وليك رؤيه بتحاول توصل لها عن طريق الاجتهاد وعن طريق العمل. النادي الاهلي قدر يوصل لنا الرساله دي. كلنا في مجالنا اللي احنا وصلنا ليه ده بنينا على اللي اتعلمناه في النادي الاهلي. النادي الاهلي فعلا ورث لينا موروث تقيل جدا، انك انت دايما لما تيجي تتحط في مكان وتجيب سيرتك ان انت كنت في النادي الاهلي او حاجه زي كده، فخور جدا انت بتقول ان انا كنت بلعب في النادي الاهلي، حتى ولو على راي الدكتور مجدي، حتى ولو كان وقته بسيط. وانا النهارده من اسعد واحد في الدنيا ان انا بنقول كمان الاجيال الثانيه اللي في النادي الاهلي هيقلدونا ويعملوا زينا، لان احنا حبنا للنادي الاهلي يا جماعه مش بالكلام،
احنا ممكن مش ظاهر بس احنا بنحب النادي الاهلي وبنعمل في كل الاسعافات الموجوده في النادي الاهلي احنا بنبقى موجودين. مش لازم نقول ان احنا بنعمل حاجه حبنا للنادي الاهلي. كل سنه طيبين ومتشكرين يا كباتن. شكرا، ربنا يكرمك.